أهم مرحلة في حياتك؟ نقطة التحول؟ أكيد وأنا في نادي حرس الحدود طبعاً، دي بداية. كان وشه حلو عليك؟ طبعاً طبعاً، أنا اتعرفت من وأنا في نادي حرس الحدود، يعني الحمد لله عملت موسم معهم كنت كويس فيه الحمد لله. جيت من الريف للقاهرة، أضواء المدينة، أول مرة وصلت كده وشفت القاهرة، شفت أضواء المدينة بجد زي ما بيقولوا، إحساسك كان عامل إزاي؟ كان عندي 19 سنة و 18 سنة، فدي كانت بداية ليا إن أنا خلاص إن أنا بقى قدامي مشوار وقدامي مستقبل لازم أركز فيه علشان أقدر أساعد عيلتي طبعاً اللي دايماً واقفين معايا. شباب وشهرة وفلوس، أثروا على حياتك إزاي وقتها؟ لا ما فيش والله، أنا دايماً ما ببصش للكلام ده، أنا يعني أنا زي ما بقولك أنا ما ببصش للكلام ده خالص. جاي من الريف للمدينة وصغير وعندك حلم وحققت جزء كبير من حلمك وشهرة وفلوس. لا ما هو بيقول لك حاجة، مش كل حاجة الفلوس، يعني دايما مش كل حاجة الفلوس، أنا بعتبر دي كده. يعني الحاجات دي ما أثرتش على حياتك وقتها؟ لا ما أنا مش جاي يعني مش سايب بلدي وسايب عيلتي ومتغرب علشان فلوس. ماشي الفلوس دي أكيد أكيد لها يعني مهمة في حياة البني آدم ونجاح أكيد، بس أنا كان قدامي حلم إن أنا أوصل له وبعد كده هدور على الفلوس. دلوقتي بتدور على إيه؟ لا دلوقتي بدور إن شاء الله على النادي الأهلي طبعا، إن شاء الله ربنا يكرمنا السنة دي وناخد بطولة أفريقيا إن شاء الله وأصعد نلعب كأس عالم. اتجوزت صغير قوي 24 سنة، مراتي ربنا يخليها لي سند ليا، ويعني مهما اتكلم عليها مش هقدر اديها حقها، وقفت جنبي في حاجات كتير ودايما سبورت ليا في حياتي سواء في النادي او في الملعب عموما او بره الملعب، دايما معايا وربنا داعم وظهر وسند طبعا طبعا.